شنو قال لي الوصف ماله؟ check whether the given object obj is present in the list. if it is there then return true, else it return false. اوكي فبسوي هالميثود، بناخذ هاي كوبي ونصك هالميثود بس عشان يترتب المكان لنا. ومثل ما قلنا الانواع اللي ريتير نحط لهم اي شيء بس عشان نشيل الايرور ونشتغل عادي. فشنو نقول له؟ نقول له ريتير فولس. اوكي وهاي ريتيرن فولس، وهاي نسبه حق الميثود كونتين. مدام قاعد اسوي سيرش فاكيد بحتاج شنو؟ بحتاج لوب او وايل. زين ممكن هو بالضبط بيكون نفس اللي نحتاجه هني، وعشان ما اعيد نفسي فشنو اقدر؟ اقدر انادي ذاك الميثود واخلص الموضوع. انا شلون؟ اقول له اندكس، اقول له انتجر اندكس ايكوال اندكس اوف، واخلي الاوبجكت اللي عندي هني نفسه موجود في هالميثود. اوكي فبيعطيني الاندكس هاي الاوبجكت نفسه هني. زين الحين شلون بعرف اذا موجود او غير موجود؟ بحط له اف واقول له اذا اندكس ايكوال ايكوال ماينس 1. زين في الحاله مو موجود فشنو مفترض يصير؟ يصير ريتيرن فولس صح؟ زين else return true. خلينا نجرب نشوفوا اذا نستخدم الميثودات اللي موجوده فوق ايش كثر الكود يكون بسيط، بس مجرد كم سطر لان كذي ولا كذاك بكتب نفس الكود فليش اكرر نفسي؟ فالافضل دائما اسوي كول وما اكرر نفسي. فخلينا نشغل البرنامج ونشوف. هني من مكان نحط index of نحط contains ونجرب هل محمد موجود في الليست. true وحط اي شيء موجود في الليست لا، فاشتغل لي طبيعي وبطريقة سهلة وسلسة. فما احتاجنا ناخذ ذاك الوقت، الفكرة نفسها يعني نفس الفكرة، ولكن استغلينا انه اوريدي مكتوب فردينا استخدمناه. فحاليا يعني كل بنستخدم بهالطريقة نسوي اندكس اوف ونستدعي نسوي له كول. حتى اذا جا لكم سؤال قال لكم انه لا تستخدمون اي ميثود خارجي تقدرون تكتبون اندكس اوف وبعدين تسوي له كول، هاي الطريقة بعد مسموحة. اوكي خلصك هالميثود ونشوف شنو اللي عقب عندنا. نسبح حق هاي بعد بنظللها. اوكي بنروح الحين بنسوي السيت والجيت. اوكي خلينا نبتدي بالست. زين قال لي updates the element at the position index by new value and return the old value. شوفوا هني شنو قال لي؟ قال لي رجع لي القيمة القديمة، لان ليش احنا بنسوي تغيير بنحذف ذاك القيمه فلازم نشوف القيمه اللي انحذفت. تمام ما يصير شيء انحذف بدون ما نشوفه، فمن هالسبب بنسوي له ريتير. زين شلون نقدر نسوي هالميثود؟ بني هني نكتب الميثود ونفتح قوس. زين وخله عشان الترتيب نحط هني الست بداية. قبل كل شيء لازم شو اسوي؟ اسوي سيفتي حق الاندكس لان الاندكس هني بستدعي من المين وممكن احطه غلط فلازم احط لي سيفتي. زين ف
فشنو كان السيفتي مالي؟ اهم شيء انه ما يكون برا على الاندكس، اندكس less than 0 or index greater or equal size. بنعطي شنو؟ بنعطي error اللي هو شنو بنقوله؟ بنقوله through new الاكسبشن مالي اسمه index after of boons exception. تمام ايوه. وشنو بنخلي؟ بنخلي القيمه نفسها اللي هو حق الاندكس ولكن بنحولها الى string. فبنقول له شنو؟ بيقول له integer dot to string ونحط شنو في القوس الاندكس. تمام عشان يكون string. فازين فسوينا السيفتي. الحين شنو نحتاج؟ نحتاج نستدعي النودة اللي عطانا برقم الاندكس. زين شلون نستدعيها؟ نكتب نود خلينا نسميه، حتى اذا سميناه نود بعد ما بيفرق يعني، زين مجرد تسمية. ونروح شنو نادي الميثود get node اللي استخدمناه من قبل ونعطي قيمة الاندكس. اوكي فشنو هو باستخدام اللوب بيحضر لي النود اللي ابغيها. الميثود اللي قاعد نستخدمه هاي هو الميثود. تمام مجرد لوب يصير له ابديت وبعدين يرجع لي النود. اوكي مثل ما قلنا ما يحتاج الواحد يكرر نفسه، يكتب كل ذلين ينادي الميثودات اللي تسوي له نفس الشغله. زين فبعدين اذا استدعينا النود اللي نحتاجه شو نسوي؟ اول شيء نسيف الفاليو. فبخلي نسميه old value equal النود اللي عندي اياها. انا شنو ابي اسيف؟ ابي اسيف الداتا. فاقول له node.data. زين بيعطيني ايرور ساعات. ليش؟ لانه يحتاج اسوي له كاستنج. فاذا اعطاني ايرور شنو اقول له؟ اقول له اي، حط هنا اي وخلاص بينتهي، اسوي له كاستنج بينتهي الموضوع. زين ساعات علشان ما اطيح في المشكله شو اسوي؟ من مكان اسوي له كاستنج هني بس احكره على اساس انه هو اي. زين وبيشيل الايرور. عندكم طريقتين. اوكي زين فبعدين شنو عقب ما خلصت من ان سيفت الداتا هاي؟ زين فشنو بقول له؟ بقول له الحين غير، الحين ما دام عندي نسخه من الداتا غير عادي. فشلون؟ نقول له نود دوت داتا ايكوال النيو فاليو. اوكي اللي هو هاي نفسه. بعدين اخر شيء شنو؟ return old value. زين فهاي الميثود مالي، هم تشيكت الاندكس، هم سويت نود وجبت النود اللي احتاجها وسيفت الديت القديمه وغيرت الفاليو وسويت له return. خلينا نشوف شلون بيشتغل. مثلا هاي الست لأن نوعية return فبنحطها في system.out. بنعطي رقم الindex خلينا نقول علي. اوكي index 0 نغيره بشنو؟ بنغيره مثلا خلينا نقول حسن. اوكي وبعدين خلينا نسوي تو سترينج. تو سترينج بس عشان نشوف الداتا شنو صار فيها. شغل البرنامج. زين علي ريتيرن علي.
اوكي، فصار مكان علي شنو حسن مثل ما شفتوه، انه مسحه وسوى لي رتين عقب غير مكانه، لانه وايد ضروري اشوف شنو اللي قاعد امسحه، لانه ممكن الديتا بالغلط مسح شيء ثاني وساعات شنو يصير ايرور او مشكله، فاحتاج اعرف اي ديتا اللي مسحت وشغلات كذي، فضروري انه اشوف شنو اللي مسحته. زين هنسبح حق الست، خلصنا، خلينا نسوي الجيت. شوفوا وياي الجيت، الجيت ريتيرن ذا اليمنت اوف ذا ليست ات ذا بوزيشن جيفن باي اندكس. زين شلون بنسوي الجيت؟ بناخذ هاي كوبي على الكومبايلر، ريسي اول شيء شنو قلنا؟ قلنا نحط السيفتي حق الاندكس، اي شيء بنحط القيمه من المين فلازم نحط له سيفتي. اوكي فخلينا ناخذ هاي كوبي بيست، اوكي فخلينا سيفتي. بعدين شنو نحتاج نسوي لنا؟ نود نفس طريقة الست، ان نسوي لنا نود جديدة، نقول نود، وعلشان ما يعطينا ايرور ونحتاج نسوي كاستنج بنخليه ينحكر كنوع اي. اوكي خلنا نعرفه كنود، بعد نسمي نود عادي، نقول get نود. زين ونعطي شنو؟ نعطي الاندكس انه يروح يجيب النودة كلها. اوكي بعدين شنو نقول له؟ نقول له return node.data. شنو الفرق بين get و get node؟ get node يعطيني النودة كلها كامل، زين فيها data و next. الget بس يعطيني شنو؟ بس الداتا، اوكي بدون next. هاي الفرق بينهم، تمام. خلينا نشيك ال شو اسمه الجيت، في مثلا خلينا نقول لك جيت مثلا خلينا نقول 2. زين وخلينا نحط 2 سترينج بس عشان نشوف ان هل صحيح او لا. فمفترض 2 يعطيني محمد، محمد بالضبط اعطاني. خلينا نحط رقم يعني غير معقول مثلا 100، سيدي اعطاني ايرور. اوكي سالب 100 نفس الطريقة، بعد بيعطيني ايرور. اوكي فمن سبت السيفتي انه يعطيني ايرور في حالة انه صار عندي ارقام يعني غلط. هاي نسبة حق الجيت. بقى علينا الثلاث ميثودات، وهالميثود ريموف وايد مهم. ريموف فكرته نفس الاد، انه شنو بنحتاج نروح حق الميثودات ذلين البرايفت نسويهم، لان عندي شنو اد افتر واد فيرست. بنفس الطريقة حق الريموف، عندي ريموف افتر وريموف فيرست، تمام.